اليوم إن شاء الله هقدم لحضراتكم معلومة جديدة جدا ومهمة. بنتفرج وبنشوف فيديوهات كتيرة جدا، لكن للأسف مش بتعطينا المعلومة كاملة، فإن شاء الله اليوم هنأكد على المعلومة دي وهنشوفها مع بعض واحدة واحدة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في منظر طبيعي بسيط جدا علشان الناس كلها تقدر تشتغل وكلها تقدر ترسم وكلها تقدر تمارس الهواية بدون أي تعقيدات وبدون أي مشاكل خالص. ده بيت من الحجر، تمام؟ ده بيت من الحجر وبعض الأشجار اللي هي خلف المنزل وقريبة جدا من المنزل، وحبة حشائش، والسماء صافية فيها سحابة أو اتنين بسيطة جدا. فالبداية بتكون مع اللون الأزرق، تاخد قليل قوي كده من الازرق وتروح بعيد تحت الابيض بشوية وتبدأ تجهز درجة اللون السماوي اللي انت هتشتغل بيها، تمام؟ خليكم معايا علشان الفيديو فيه شغل كتير ومعلومات ان شاء الله الجميع معانا اليوم مستفيد، فهتكلم في كل شيء بالتفصيل مع حضراتكم، وهنبطئ الفيديو في المناطق اللي هي محتاجين نوضح المعلومة فيها قوي، وهنسرع الفيديو في المناطق اللي هي انا شايف ان حضراتكم ملاحظين حركة الفرشة فيها وهتستفيدوا مع سرعة الفيديو في هذه المساحة. طيب هنتكلم في كل شيء بالتفصيل، ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة العالمين. وكالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك اسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك اول مرة تزورنا في القناة، وسعدنا اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك زر الجرس حتى يصلك كل جديد. اللون الابيض بيختلط مع اللون الازرق او مع اللون السماوي بالشكل بحيث انه بيديك سحابة ضعيفة قوي. احنا هنا حددنا مكان السحاب، تمام؟ ونسيب السماء خالص ونروح للبيت، وهنرجع بعد كده للسماء، لكن انا برتب لك المراحل اهو، ركز معايا كده. ده اللون الاصفر الجملي، انا عندي لونين من الاصفر، اللون الاصفر الفاتح اللي انا بستخدمه مع اللون الاخضر في الحشائش والزرع، واللون الاصفر الجملي اللي هو مع حضراتكم ده اللون الداكن ده، تمام؟ بنبدا نلون به اللون البيت، لون البيت، علشان هنوصل منه للون الحجر الاحجار، تمام؟ ده لون حجري يعني قريب جدا من الالوان اللي هي الصخريه او الحجريه. فبنضيف الابيض قليل جدا من الابيض على الاصفر الجملي كده، وبنبدا زي ما حضراتكم شايفين بوزع بعض النقاط بالابيض كده، وهدمجها مع الاصفر الجملي ده علشان تديني سطح حجري او صخري. وزي ما حضراتكم شايفين الالوان بيسهل دمجها جدا جدا ومزجها سهل جدا، تمام؟ بلون ازرق جميل هنقدر نلون الباب والشباك هكذا. طبعا يا فنانين وفنانات، دي الوان مبدئية بدون ملامح خالص، انا برتب لحضرتك ولحضرتك المراحل علشان تقدروا لما تكونوا موجودين مع اللوحة، لوحة الكانفاس والالوان وفي المرسم بقى، وهتبدأوا تشتغلوا تقدروا ترتبوا الخطوات، لان ترتيبكم للخطوات ده يعني بيوفر معاكم وقت وجهد وبيديكم اداء عالي جدا. فعلى سبيل المثال السماء لما كانت بدون ملامح بدأنا نرجع للسحاب اهو، بنديله الملامح بتاعته، اعطيناها له بفرشة ابيض، بفرشة بلون ابيض، وبنضرب هذه الضربات اللي حضراتكم شفتوها بحيث ان السحاب يظهر منور بالشكل ده. بجيب فرشة خشنة زي ما حضراتكم شايفين شعرها خشن، وهبدأ بقى ارسم المساحات الخضراء اللي هي حوالين البيت كله. يبقى هنا لحد الآن للآن اللي انتهى تماما وخد الملامح بتاعته هو مساحة السماء والسحاب زي ما حضراتكم شايفين اهو، لون سماوي بسيط وحبة أبيض وسحابة خفيفة هكذا يعني. لكن الآن بالأخضر مع الأسود، لكن بيبقى الأسود قليل من الأسود يعني، بتبدأ توزع المساحات الخضراء كلها بالفرشة الخشنة اللي أنا وريتها لحضرتك دي. عندنا كده البيت بالسقف بتاعه، ده لون مبدئي لسه هياخد الملامح، والبيبان
لسه تاخد الملامح، والحشائش والاشجار لسه تاخد الملامح، تمام كده؟ لكن انا باكد على معلومه مهمه جدا اتكلمت عنها في بدايه الفيديو، ان ايه المعلومه اللي بتبقى ناقصه في فيديوهات كتيره جدا بنشوفها، ولكن يعني مش بيدونا المعلومه كامله. ليه؟ او ايه هي المعلومه دي؟ المعلومه هنا سقوط ضوء الشمس. طبعا الفرشه اللي قدام حضراتكم دي فرشه 5 مللي مشطوفه، هنرسم بها الفروع. نرجع لموضوعنا تاني، ايه المعلومه؟ المعلومه هي سقوط ضوء الشمس على الاجسام الموجوده في المنظر الطبيعي. يعني مثلا البيت، واجهه البيت هنا في ضوء شمس هيبقى واقع عليها جاي من جهه الشمال من جهه اليسار، وفي ظلال كتيره جدا هتكون على هذا المنزل، وايضا الباب والشباك ده هيكون عليهم ظل وضوء. فازاي اظهر الظلال دي في المكان اللي انا بقول لك عليه ده بشكل احترافي يعني؟ فانا هسيب الحشائش والاشجار والمساحات الخضراء وارجع بقى ادي الملامح بتاع البيت. ركز كده، فرشه انجلو 3/4 البوصه، وببدا اخد ابيض شديد مع سنه اصفر جملي من نفس لون البيت، وزي ما حضرتك شايف كده حركة بسيطة جدا بدي بيها تأثيرات الأحجار اللي بيتكون منها البيت، أو اللي مبني بيها البيت أهو. حبة أبيض بسيطة مع الأصفر الجملي، وحلاوتك بقى وحلاوتك ومهارتك بتظهر هنا، وقدرتك وموهبتك بتظهر هنا في إنك بتتفاوتي، وحضرتك أيضا بتتفاوت في درجة لون الأبيض. يعني شوف الأبيض هنا بيبدأ معاك شديد في الفرشة وبيبدأ يختفي واحدة واحدة، فبتمزجه مع الأصفر الجملي اللي هو جسم البيت. دي مناطق الضوء أو الطوب الحجر اللي ساقط عليه ضوء واخد لسعة الأبيض القوية اللي حضرتك شايفها دي. فإحنا كده بنوزع الضوء. طب هل الظل هو نفس لون البيت ده؟ أقول لك لا، لون البيت اللي احنا بدأنا بيه، ودايما في اي عنصر اللون اللي بتبدأ بيه بيكون لون مبدئي او لون وسيط. يعني ايه لون وسيط يا فنانين؟ لون وسيط يعني ما بين الفاتح والغامق، او ما بين الضوء والظل. يعني ايه؟ يعني هزود عليه سنة ابيض، هبدأ اجيب مناطق الضوء القوية اللي موجودة فيه، اضيف له سنة شعرة او سنة او نقطة اسود قليل من الاسود قوي قوي عليه، يبدا يديني المناطق اللي هي فيها ظل او الظلال الواقع عليه. يبقى اللون اللي احنا دايما بنبدا بيه بيكون لون وسيط، تمام؟ او لون بنسميه لون مبدئي بنبدا بيه، بنملى بيه يعني. بنبدا كده ندمج اللون الاصفر الجمل اللي هو لون البيت مع الابيض، بحيث الابيض يبقى شديد في مناطق وضعيف في مناطق. طبعا الضوء خلي بالك جاي اساسا من جهة اليسار، شوف الابيض شديد اهو، شوف ابدأ ازود بيه، يدوبك شعر الفرشة كده بيلامس سطح القماش او القنفص او سطح اللوحة، وانت ونظريتك انت كده بتحاول تعمل زي بلوك او قوالب من الحجر في هذه المساحة اللي هي سطح أو واجهة المنزل. الملامح بتاعتها بتكون شبه ضيعة أو مختفية ما بين الضوء والظل. بمعنى إيه؟ إن أنا بعد ما انتهي من هذه المرحلة اللي هي توزيع الضوء الواقع على واجهة المنزل، هبدأ أخش بالظلال، فالظل هيكون نفس اللون اللي هو متبقى عندك حضرتك فوق ده، لكن هتضيف عليه قليل من الاسود. كده بدأت تظهر ملامح واجهة المنزل، وهنا بدأت اجيب اللون الاصفر جميل لون البيت نفسه زي ما حضرتك شايف، واخد عليه شعرة اسود بسيطة. طبعا الاسود هنا كتير اهو. طب اعمل ايه؟ اروح بعيد، اسيب المكان ده اللي جا فيه اسود كتير ده وانزل لتحت شوية واخد منه وازود عليه الاصفر الجملي
واضعفه كمان شويه بالابيض. يعني شوف الفرشه تروح تجيب ابيض، كل ده علشان ايه؟ علشان اجيب درجه الظل الواقع على سطح المنزل اهو. لاحظ معايا بقى كده، شوف هتعمل تيست هنا او اختبار بسيط، ركز، ده اختبار بسيط اهو. شوف الفرشه بعد ما حطيتها كده رجعت للباليتا تاني. ليه؟ شايف ان اللون هنا غامق قوي، لا انا عايز افتحه سنه، فببدا ارجع اظبط درجه اللون بتاعي على الباليتا. يعني انت تروحش كده مره واحده، لا انت بتعمل زي اختبار بسيط. شوف بدات اجيب ابيض اهو، واكسر اللون ده، اضعفه شويه علشان يبقى اللون الظل بتاعه لون واقعي، واروح تاني اهو جنب اللي انا الاختبار اللي انا حطيته من شويه، وابدا فتح قوي، ابدا اغمق سنه، وهكذا. بتبدا بقى انت هنا باللون ده، انت مش بتلون واجهه المنزل، لا ده انت بترسم الظلال اللي واقع على المنزل كلها. يعني في ظلال من الاشجار وكده وحاجات كتير، عاطي ظلال بعض الاعشاب وكده، لان هيبقى فيه نبات متسلق فوق واجهه المنزل. انت هنا بترسم الظلال دي ضربات كده، عباره عن ضربات بهذا الشكل، وبيتخللها ايضا بعض الضوء. يعني شوف واحنا بنرسم كده الظلال، هتجد ان فيه بعض الضوء بيتخلل هذه المساحه، وكأن الظل هو اللي راسم الاشجار على سطح او على واجهه المنزل. طبعا اعلى الباب على طول، دي منطقه غويطه عميقه هنا، فواخد الظل اهو تمام. شايف حركه الفرشه والايد وهي رايحه جايه كده، انت بتفكر، انت هنا بتفكر تتحرك ازاي وتوجه الفرشه ازاي، كل ده لانك هنا الالوان كلها معاك سهله الدمج، وسهل انك تسيحها وتدمجها مع بعضها وتقلبها ببعضها. يعني على سبيل المثال شوف هنا مثلا بحافة الفرشة باخد خطوط كده هتديني ظلال لمين؟ للأعشاب أو الشجرة المتسلقة اللي على واجهة المنزل بعد كده. أه شوف بتروح تاخد لون رايح فين؟ أهو بوزع هنا كده، بقول إن المنطقة دي كلها تبقى منطقة ظل قوي، عشان كده بزود فيها الظل، وببدأ أنزل على خفيف بعض ظلال للأعشاب أو الفروع أو غصن الشجرة اللي هيكون موجود على سطح المنزل، عامل حاجة زي كده. بعض الحشائش اللي قدام اللي في مقدمة المنزل هتدي ظل برضه على المنزل، هكذا. فأنا هنا بحاول أظهر لحضرتك الحلقة المفقودة اللي احنا كتير من الفنانين وفنانيننا الكبار كمان مش بيظهروها لينا في فيديوهاتهم، وهي إن إزاي أوصل لدرجة ظل تكون واقعية وطبيعية، وهو الظل ده بيجي أصلا منين، وإزاي الظل والضوء هيتداخلوا مع بعض ويدوك لوحة رائعة. لاحظ كل ده بلون الظل، بحاول أخلي الظل يظهر أمامك كأن فيه خيال أشجار وحشائش واقع على سطح المنزل. بدأت أرجع للأبيض، ليه؟ تعالى كده هبدأ أكسر الظل ده، أخترقه ببعض مناطق الضوء. يبقى هنا بنرتب أهو، بنرتب المراحل بتاعتنا، بنرتبها واحدة واحدة ومش بنستعجل. كل لسعة أو كل لمسة فرشة هنا باللون الأبيض الفاتح ده أو لون الضوء ده بتديك اختراق للضوء في المكان ده، في ضوء بيكسر الظل في المكان ده. ركز، هزة الفرشة اللي قدامك دي، ده دماغك اللي بتفكر وإيدك اللي بتنفذ وبتقول أروح أحط ضوء فين. هنا ماشي، أزود شوية، باخد أبيض وببدأ عايز أزود ضوء أكتر، فببدأ أزود هنا المنطقة دي. طبعا بقول لك الضوء جاي من جهة اليسار قوي جدا اهو، بنزود الضوء وبنكسر الظل
حتى يبدو لك الظل كأنه واقعي جدا. بنخترقه كده ببعض الإضاءة الخفيفة، لأن ما ينفعش طبعا أحط الظل كده زي ستارة أو الضوء زي ستارة، ما ينفعش، لا لازم يكون في تداخل ما بين الضوء والظل. وطبعا احنا بندي مساحة من الوقت للموضوع ده، لأن حضراتكم إذا قدرتوا تنجحوا في النقطة دي فده هتستخدموه في رسومات كتيرة جدا وفي لوحات كتيرة بنفس الكيفية، يعني مع اختلاف شكل اللوحة انت بتاخد الطريقة وبتشوف انا مثلا بفكر ازاي. والفرشة هنا الفرشة هنا بتترجم لحضرتك اللي بيدور في عقلي انا دلوقتي، يعني انا دلوقتي اشوف الفرشة بتحرك بيها على واجهة المنزل كله بالشكل ده. انت هنا من توزيع الضوء والظل بشكل مبدئي برضو مش شكل نهائي قوي، لان في ظلال قوية هتكون اسفل السقف. تعالوا بس نشتغل ونلون السقف بتاعنا. جبت البني مع سنة اسود وهبدأ ادي تأثيرات الظل الاول في السقف هكذا، واجيب فرشة قلم بلون ابيض مع الاصفر الجملي او مع الابيض مع البني، لكن الابيض بيكون اكتر لان السطح هنا الشمس واقعة عليه بشكل مباشر، ففي ضوء قوي جدا في السقف. السقف بترسم هنا بطريقة بسيطة جدا كما انك بترسم اقواس متداخلة ومتقاربة هكذا. شايف حركة الفرشة، بدأت تزود ابيض جاتي اليسار، الضوء هنا كتير يبدأ يروح تدريجيا على السطح اهو. حركة ايدك فيها تقوس، الفرشة بتديك تقوس هكذا. الموضوع سهل وبسيط، لكن ازاي تقدر توزع الضوء صح والظل صح، هو ده دي مهارتك. هنا هنبدأ نزود مساحة الظل اسفل السقف تاني اهو زي ما حضرتك شايف، وابدأ اجيب اقواس منعكسة بالعكس من وجهها الاعلى، وببدأ بالفرشة دي كده واحط تأثيرات زي اوراق شجر واقعة هنا على سطح المنزل. ده الظل النهائي اهو، ظلال. انا برسم الظلال لان عارف ان انا هجيب هنا في غصن شجرة متسلق على وجهة هذا المنزل، علشان كده بأسس للظلال قبل رسم الغصن الشجرة ده. ركز، شوف بزود ظلال ازاي، عشان لما اجي ارسم غصن الشجرة خلاص يبقى انا عملت الظلال الاول. تعالى بقى، طبعا هنا بفتح بزود ضوء اهو، طالما اروح بالفرش على الابيض كده يبقى انا هنا بزود ضوء اهو. وقلت لكم انا بسرع احيانا وببطأ احيانا، فانت مش محتاج تفكر في انك تسرع او تبطأ، كل اللي عليك انك تتابع حركة الفرشة. بنبدأ بفرشة قلم حوالي 2 ملي، اخد خطوط كده طولية في البيت في الباب والشباك علشان يبان كألواح خشبية هكذا. كل التفاصيل دي لازم حضرتك وحضرتك ايضا ايتها الفنانة تهتموا بيها، تفرق معاكم كتير. طبعا احد اسباب فشل الكثير والكثير من الرسامين او المبتدئين في الرسم، خلينا نقول المبتدئين في الرسم، انهم ما يكملوش في هذا المشوار وهذا المجال. ليه اقول لك ليه؟ اقول لك لانهم ما كانوش بيهتموا بالتفاصيل الدقيقة والبسيطة، اللي هي لما بتكتمل اللوحة بتظهر التفاصيل دي يعني بشكل رائع. ده فرع او غصن او جذع الشجرة المتسلقة حول المنزل زي ما حضراتكم شايفين، خدتها بطول المنزل كده بطول الواجهة. طبعا احنا اسسنا الظلال في الاول، بنبدأ ندي برضو لبعض الحشائش زي ما حضراتكم شايفين بالفرشة الخشنة، وده شكل مبدئي للشجرة المتسلقة، لان هنا بقى بدأت اهو ادي الملامح اكتر بالفرشة القلم
اللي هي الخمسة مللي دي بالأصفر والأبيض والأخضر، بدي أوراق الحشائش هكذا أو أوراق الشجرة دي هكذا. طبعا احنا راسمين الظلال أسفل هذه الشجرة المتسلقة على واجهة المنزل، ولكن هنزود لون، هنخلي لون الظل داكن أكتر وغامق أكتر. هنا شوف اللي أنا بعمله دلوقتي حالا، شوف بجيب لون غامق قوي وبرسم ظل قوي جدا أسفل هذه الشجرة مباشرة. ده الضوء القوي اللي واقع على الألواح الخشبية بياخد اللون السماوي الفاتح. بص على الفرشة في البلتة وبص شوف بتروح تعمل ايه في الرسمة. اهو باخد ابيض شديد، اخد ابيض شديد، ركز شوف الفرشة هتروح على الباب على الالواح الخشبية دي. طبعا ده ظل، ده ازرق شديد اهو، ازرق قوي هيروح يدي ظلال، لكن في ضربة فرشة كده بالابيض القوي هتظهر لك الضوء الواقع. ده الظلال اهي، شوف الظلال، ركز بقى لما اروح اجيب لون ابيض قوي. اهو بدأت ادخل بالضوء، هيبقى في لمسة ابيض. ايوه هي دي ضربات الفرشة بالابيض. انا وضحت لك اهو، بشاور لك بالفرشة بقول لك على ابيض قوي اهو. شوف ده الضوء الواقع على الباب اللي هو الشمس القوية اللي موجودة على اللون الازرق بتوصله معاك للون ده. يبقى اصبح فيه ظل وضوء على الالواح الخشبية اللي هي بتاع الباب والشباك. تعالوا نجيب بقى الفرشة المروحة عشان نفنش بيها اللوحة بتاعتنا. دي فرشة مروحة مقاس 8 أو 9 وسط، وبالأصفر مع الأبيض والأخضر. خلي بالك بقى، ركز قوي قوي هنا لأن أنا مسرع الفيديو طبعا في المساحة دي. ركز على حركة الفرشة، ركز الفرشة بتروح تجيب لون إيه من البلتة وتروح تجيب وتحطه على اللوحة. أصفر أهو، وببدأ أسحب كده بوش الفرشة الأسفل، بيديك انحدار. هنا في انحدارات أهو، وعبارة عن ضوء شمس واقع في الأرض، كمية كبيرة جدا من الحشائش في المكان ده. بنفس الفرشة هنقدر نرسم الحشائش اللي هي لأعلى مرتفع لأعلى، وحشائش رفيعة جدا تقدر تجيبها بالفرشة دي زي ما تشوف حضرتك بالوقت. ركز كده زي ما انتوا شايفين الفرشة ده، انا بمهد بألوان الأصفر، بعد كده بدأت تزود الأبيض اهو. شوف ضربات الفرشة ده بقى يدوبك بشعر الفرشة كده، وتبدأ تعمل الحشائش والشجيرات الصغيرة جدا اهو، وتغير اتجاه الفرشة. يعني لاحظ اتجاه الفرشة، يعني الفرشة هنا بتحول اتجاهها، يعني بحيث انك تفرش في كل الاتجاهات حشائش هكذا. الموضوع سهل جدا وممتع جدا مع الاستمرارية. الموضوع مش صعب، الموضوع محتاج بعض الوقت، انك توفر برضو بعض الوقت وتبذل بعض المجهود وتستمر مع الاستمرارية، هتيجي لحضرتك ان الموضوع سهل جدا. لكن وانا برسم الحشائش، تعالوا اراجع معاكم حتة مهمة جدا، يمكن واحنا كنا بنشتغلها كنت يعني بعض المتابعين بيقولوا مثلا هي ايه دي. اتفرجوا كده على وكبروا الشاشة واعملوا ملء للشاشة عشان تشوفوا الحاجات التفاصيل البسيطة اللي اقول لكم عليها دي. اما تيجي على سطح المنزل كده من على جهة اليسار، شايف انت الخطوط اللي هي الظل، شايف الظل وقع وراسم الظل نفسه، راسم تحس كده راسم شجرة على الحجر. ده اللي انا كنت بأكد عليه، في تداخل الضوء والظل مع بعض بيدوك شكل جمال جدا. يعني للضوء بيكون عبارة عن ستارة الضوء، او الظل ستارة الظل، لا ما ينفعش طبعا. حاول تتذكر في اللحظات الاخيرة من الفيديو ازاي احنا بدأنا، وازاي رتبنا اللوحة بتاعتنا، وازاي رتبنا المراحل، والان احنا وصلنا لحد فين للحشائش اللي هي امام المنزل. وبوش الفرشة كده بتخلي الفرشة تشتغل في كل الاتجاهات. يعني شوف تغيير اتجاه الفرشة بيديك حشائش في واخدة حركات مختلفة. هنا بنطلع بنفس الفرشة ونأكد على رسم الأشجار، الشجرتين اللي هم جنب المنزل دول أو خلف المنزل.
هي الشجرة دي بصراحة الأولى هي خلف المنزل، لكن جاية بميول للأمام لدرجة إن الأوراق الشجر بتاعتها والفروع بتاعتها لاحقة جزء كبير جدا، يعني تصل إلى جزء كبير جدا من سقف المنزل. ولكن أنت هنا ذكائك كفنان وذكاء حضرتك كفنانة في إنك تأكدي على الضوء، الضوء جاي من جهة اليسار، الضوء أهو مشبع الشجرة ضوء من جهة اليسار، ويدوبك انت بتاخد لون بسيط على وش الفرشة دي، فرشة مروحة بتساعد معاك قوي في رسم الاشجار بالشكل ده، وتجد ان في زي هواء او رياح، في حركة في اوراق الشجر. اللوحة كلها ليست صامتة، لان فيها حركة، فيها رياح، فيها ضوء وظل، فيها حياة بمعنى صح. مكان تتمنى هذا المكان، انا شخصيا اتمنى لو اجلس في هذا المكان ولو بضع ساعات للاسترخاء. كل ما بنبعد عن المدنية والتعمير ونذهب للبيوت البسيطة مع الطبيعة والحشائش والأشجار بتجد راحة نفسية عالية جدا. أنا بقلب هنا اللون الموف عشان أو البنفسجي عشان هرسم بعض الزهور البنفسجي اللي أنا هفنش بيها اللوحة. اللون الموف أو البنفسجي بضيف عليه سنة أبيض بيديني لون وسيط زي كده. ببدأ أدي ضربات بالفرشة اللي هي الخمسة ميلي تديك الزهور او الورد اللي هو لونه بنفسجي. بعد كده تبدأ تزود الفرشة لون ابيض على الموف ده او البنفسجي ده، يبدأ الزهرة تفتح معاك ويكون لونها فاتح بهذا الشكل. طبعا يسعدني ان انا اشكر كل السادة الافاضل فنانين وفنانات، مبتدئين ومبتدئات، متابعين ومتابعات القناة على دعمهم الكبير للقناة. وبفكركم انكم تفعلوا زر الجرس حتى يصلكم الفيديو التاني، فعلوا زر الاشعارات، ما تنسوش زر الاشعارات ده، بيعرفكم دايما بالفيديو الجديد وقت نشر الفيديو. علشان كده دايما بأكد على السادة اخواني واخواتي متابعي ومتابعات القناة انهم يفعلوا زر الاشعارات، دوس على زر الاشعارات واختار كلمة الكل علشان يصلك الفيديو الجديد. دي اللوحة. ايضا تذكر كل المراحل اللي احنا مرينا بها خلال نصف ساعة في رسم هذه اللوحة الجميلة البسيطة الهادية. اتمنى ان كنتوا تجهزوا الوانكم وجهزوا اللوحة وتبدأوا ترسموا وتشغلوا. عموما ما تنساش لايك اسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر، واشترك في القناة لو حضرتك اول مرة تزورنا في القناة، سعدني اشترك حضرتك في القناة، تفعيلك زر الجرس حتى يصلك كل جديد. انتبهوا ايضا لشاشة النهاية هتجدوا فيها فيديو مهم جدا، وضع لايك الان، واشوفكم على خير. اخوكم محمد عبد من قناة مصر عربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.